انا نخدمه في منتوج محلي 100%، يعني وبمعايير يعني كبيره، يعني ماشي حاجه غير هاك. وان شاء الله يا ربي يعني المنتوج تاعنا هذا يعني نصدر ليفروه 58 ولايه ان شاء الله. مستفيد من جهاز اونسيرج لسنه 2019، جامعي متحصل على شهاده الماستر في الحقوق، صاحب مؤسسه الانتاج الصناعي للاحذيه ببلديه تخمارت ولايه تيرت. هذا المشروع بديتي في سنه 2019. في هذه الورشة يبدع ابن مدينة تيارت في صنع أحذية جزائرية 100%، يتحدى الصعاب لتطوير منتوجه والمنافسة. كانت عندي شوية صعوبات، حبست وعاود تبديت. حاليا رانا الورشة تاعنا راه في حالة نشاط، عدد العمال حاليا عندي 3 نساء وانا الرابع. بديت بآلات بسيطة متكونة من 6 آلات، هذو هما اللي هنا، هي المونتاج، الفور، السيشوار، 3 آلات خياطة. عندي عتاد آخر في ولاية تيارت. يقوم بتفصيل مادة الجلد التي يقتنيها من ولايتي الجلفة وتيارت في قوالب النعال، ثم يمررها على آلات لكل منها دور معين. هذه آلة تاع البريس هيدروليك، هذه اللي تبريسي لاسومال مع الـ مع الـ مع لاتيج. عندي هذه الآلات وعندي آلات أخرى نظرا لضيق المحل، شغل المحل عندي ضيق بزاف، راني غير عند شيباني. في الأتولي هذه الصغيرة مع الأخ تاعي راني نعاون فيه. الغالب يعني احنا كنا طامعين اننا يعني تكون عندنا اتولي كبيره وباش يكون انتاج تاعنا كبير ويكون عندنا يد عامله كبيره، ولكن الغالب يعني لبعض الظروف والضيق المحل تاعنا يعني رانا بادين غير بشويه بشويه، نطلبوا ان شاء الله من السلطات تعاوننا. صاحب الورشه اقتبس الفكره حين عمله كبائع احذيه ليجسد مشروعه، وهو يأمل في مساعدة السلطات له لتوفير عقار صناعي لتطوير نشاطه.